أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول: إذا أخذت المرأة من مال زوجها بدون علمه رغم أنها تطلبه فلا يستجيب، والآن وقد تابت إلى الله والحمد لله، ماذا يلزمها؟ هل يجب الاستئذان منه؟ يجب الاستئذان من الزوج إذا أرادت أن تأخذ من ماله، إلا إذا كان مقصرا عليها في نفقتها ومؤونتها أو مؤونة أولادها وطلبت منه فلم يعطها ما يكفيها أو يكفي أولادها، فلها أن تأخذ قدر الكفاية لها ولأولادها. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان الزوج مقصرا النفقة الواجبة وطلبت منه كفايتها أو كفاية أولادها ولم يمتثل وظهرت بماله، فإنها تأخذ قدر كفايتها وكفاية أولادها ولا تزد على ذلك. فإن كان الذي أخذته من هذا النوع قدر كفايتها فليس عليها شيء، أما إن كانت أخذت زيادة على كفايتها فلا بد أن تطلب المسامحة من الزوج أو ترد عليه المبلغ الذي أخذته من ماله إذا لم يسمح.